كده احنا خلاص قربنا على نهاية الفيديو بتاعنا، بتاع زي ما قلنا طريقك لعالم الـ IT او كاريرز الـ IT بتاعتنا اللي متاحة بالنسبة لنا، ونسأل نفسنا سؤال. طيب دلوقتي لو كنت استمعت للمحاضرة الطويلة ديت، وانا عارف انها محاضرة طويلة، يعني ارجو ان انا ما كنش يعني طولت عليكم فيها، لكن يعني انا كنت بحاول اوصل لك معلومات على قد ما اقدر، وبرضو لو انت بتتفرج على الفيديو وحسيت ان الكلام ده تعرفه او مش مفيد بالنسبة لك شوية، ممكن تجري الفيديو عشان تخش على السكشن اللي بعديه. لكن خلينا نرجع لسؤالنا، طيب بعد ما اتفرجت على كل المحاضرة الطويلة دي ابتدي ازاي؟ ابتدي فين؟ ابتدي منين لو انا عايز اخش فعلا في مجال الاي تي؟ في الحقيقة ده انا اعتقد ان هو مسؤوليتك انت. انت دلوقتي عايش في عصر رائع بالنسبة لأي شخص عايز يتعلم، ولازم تعرف ان لو انت نويت تخش في مجال الاي تي انت لن تتوقف ابدا عن التعلم، وإلا تقع تقدرش تكمل، لان احنا دايما في الاي تي في عالم متغير. اذا انا دلوقتي حاولت اوصله لك فقط ارشادات عامة عن موضوع الاي تي زي ما شفنا، و ايه هو ايه الاي تي وايه الوظائف المتاحة، وتشوف بقى دلوقتي لو سمعت الكلام ده كله في الاخر هل الكلام ده مناسب بالنسبة لك. طيب هل انت انترستد في احد المجالات اللي انا اتكلمت عنها؟ طيب بعد اللي عرفته ده كله تبتدي ازاي؟ انا اديتك الخيوط، البداية اللي انت ممكن تبتدي منها. الموضوع كله دلوقتي يتوقف عليك انت. انت اخترت تخصص معين او حاسس ان التخصص دوت ممكن يبقى بالنسبة لك مناسب او هتحبه. طيب اعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي تقدر تشوف الموارد المتاحة بالنسبة لك، اللي هي زي ما قلنا في عصر النهاردة التعليم بقى شيء سهل جدا، بقى شيء متاح للجميع، ويمكن في معظم الوقت متاح مجانا بدون اي مبالغ او اي حاجة تدفعها، لفقط وجود اكسس للانترنت او انك تقدر تخش على الانترنت. في تقريبا معظم الكورسز اللي اتكلمنا عنها والشهادات والحاجات الخاصة بالاي تي، الحمد لله في مهندسين عرب عظام في الحقيقة، ناس يعني خطيرة جدا جدا، وبتعرف تشرح احسن مني انا 100,000 مرة، عاملة كورسز وفيديوهات على الانترنت بتشرح حاجات كتيرة من الكورسز واللي احنا اتكلمنا عنها والشهادات بتاعة الاي تي اللي اتكلمنا عنها. اذا مفيش عندك حجة زي ما احنا بنقول بالمصري، مفيش اي داعي لان انت ما تبتديش من دلوقتي، ما تبدأش تدور وتعرف وتشوف انا ازاي هقدر اختار المجال اللي انا عايزه وازاي هقدر ابتدي فيه. ان شاء الله الفيديو في الاخير هيبقى فيه زي ما قلت مجموعة من اللينكس او الاتاشمنتس اللي موجودة عشان خاطر كل الحاجات اللي احنا اتفرجنا عليها، الباوربوينت بريزنتيشن ده نفسه هيبقى موجود للداونلود، وكذلك كل الويب سايتس اللي دخلنا عليها او بصينا عليها، وكذلك في النهاية بعض اللينكس اللي انا شايف ان هي هتساعدك كتير جدا جدا جدا. طبعا اللينكس ديت هتبقى ناس اوريدي العرب او مصريين عاملينها في الحقيقة بمجهود كبير جدا جدا، يشكروا جدا جدا عليها، لان هي فيها مصادر او موارد ليك عشان خاطر تقدر زي ما قلت تذاكر او تفهم اي حاجة في مجال الشبكات. هل انت محتاج تاخد كورس ولا ممكن تذاكر في البيت لوحدك؟ هل انت محتاج تقرا كتاب ولا بتحب تتفرج على فيديو ولا حتى تسمع MP3 في الموبايل بتاعك وانت في المواصلات مثلا؟ زي ما قلت الاوبشنز قدامك بدون حدود، وكل الاختيارات موجودة، انت اللي في ايدك دلوقتي ان انت تقرر وتختار ايه الافضل بالنسبة لك وتبتدي فعلا. اهم حاجة ان انت تبتدي وتقوم بخطوة عشان تبتدي المشوار ده. انا يعني اللي اقدر اعمله ان انا ان شاء الله يعني غير اللينكس اللي قلت هحاول احطها هنا عشان خاطر تساعدك على قد ما اقدر، هحط برضو ان شاء الله فيديو في المستقبل اللي هو questions and answers او اسئلة واجابات، بعد ما يكون الفيديو دوت السلسلة دي انتشرت وقعدت فترة شوية، هانتظر الاسئلة بتاعتكم كلها على الايميل ادرس بتاعي، وبعدين ان شاء الله باذن الله هعمل فيديو مخصوص ان اجاوب على الاسئلة دي كلها، اساس ان احنا طبعا انتوا مش موجودين قدامي عشان اقدر اجاوب على اسئلتكم حالا في اللحظه اللي احنا فيها. ملاحظه اخيره قبل ما ننهي الفيديو بتاعنا، زي ما انتم شايفين the best jobs don't necessarily go to the best job applicants, they go to the best job seekers.
يعني ايه الكلمه ديت؟ يقول لك افضل وظائف مش دايما بتروح لافضل الناس المتقدمين للوظائف دي، ده معنى كلمه ابليكانتس. يعني لو في وظيفه محدده وتقدم ليها 100 واحد، مش لازم الوظيفه دي تروح لاحسن او افضل واحد في المية دول من ناحيه قدرته على اداء الوظيفه ديت، لا، بتروح الوظيفه دي لافضل واحد بيدور على وظيفه، الجوب سيكر او الباحث عن الوظيفه. ودي مهاره تانية خالص يا جماعه، انك تتقدم للوظيفه. ممكن تقول طب ده معناها ان انا اروح واتقدم للوظيفه، ابعت لهم السي في بتاعتي او الريزمي او السيره الذاتيه بتاعتي وكده خلاص انت عملت اللي عليك؟ لا طبعا، الجوب سيكر دوت انت بيشمل حاجات كتيرة جدا، بيشمل من البداية خالص ازاي تدور على وظيفة اصلا، فين الاماكن، طب اقدم ازاي، طب اكتب الريزمي او السي في بتاعتي نفسها ازاي، طيب الخطوة اللي بعد كده الانترفيو هعمل فيها ايه، ايه اللي ممكن اتعلمه عشان خاطر اقدر اجتاز الانترفيو بنجاح، طيب الخطوة اللي بعد كده الطريقة نفسها اللي بتعامل بيها مع الناس، في سواء الناس اللي انا هبدأ اشتغل معاهم او حتى الناس اللي بيعملوا لي لسه انترفيو في الاول. كل الحاجات دي يا جماعة حاجات مهمة جدا جدا جدا. وبرضه هتقولي طب انا اعمل الكلام ده كله ازاي، ازاي ابقى جوب سيكر مش مجرد ابليكانت، ازاي ادور على الوظيفة صح، وازاي اقدر الاقي الوظيفة اللي كل الناس بتتنافس عليها؟ برضه تاني ده مسؤوليتك انت. كل الريسورسز اللي موجودة لحاجة زي كده موجودة على الانترنت، في اكسس ليها، انت لو فكرت هتلاقي الموضوع بسيط جدا، ازاي اكتب الريزمي بتاعتي او السي في بتاعتي صح، اعمل ايه في الانترفيو، ازاي ادور على وظيفة على الانترنت او ازاي ادور وظيفة حتى مش على الانترنت في بطرق اخرى، ازاي ابني شبكة اجتماعية عن طريق ويب سايت زي لينكد ان مثلا عشان اقدر احصل منه على وظيفة، ده ويب سايت مشهور جدا زي الفيسبوك كده لو ما تعرفوش، بس للبروفيشنالز او للناس يعني الخاص، جزء خاص بالعمل اسمه لينكد ان. برضو زي ما قلت هحاول احط كل اللينكس اللي تيجي في دماغي ان شاء الله في النوتس بتاعة الفيديو عشان تقدر تستخدمها. بس نصيحة مني اخيرة انك تحاول تكون جوب سيكر مش مجرد جوب ابليكانت. وكده يبقى الحمد لله تم يعني الفيديو الاول من هذه السلسلة، وارجو ان انا اكون يعني حاولت يعني اكون افدتكم على قدر يعني نيتي ان انا اوصل لكم المعلومات اللي انا كنت ناوي اوصلها. متشكر جدا لحضوركم او يعني لمشاهدتكم الفيديو دوت على الانترنت ولانتباهكم معايا وان انتم وصلتوا معايا لغاية داخل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.